محللة أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية لاحظنا يعني هنالك تذبذبات واضحة في أسواق العملات متأثرة بالأنباء حول المتحور الجديد من فيروس كورونا. ما هو أداء الدولار حاليا؟ أهلا بك. بداية هناك شهدنا نزيف دموي في الأسواق العالمية بشكل عام وأسواق الأسهم التي طالت جميع أسواق الأسهم، وأيضا شهدنا هذا انعكس أيضا على الأسواق الخليجية والتراجعات الهائلة التي شهدناها بسبب متحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون الذي لم تثبت إلى الآن مدى يعني فعاليته مع اللقاحات، فهذا سيحتاج إلى أسابيع. هل هناك من يقول أنه ربما هذا تأثير هذا المتحور، خمس مرات متحور فيروس كورونا. إلى الآن لم تثبت أي ملاحظات عن مدى انتشاره على الأجهزة المناعية سواء من أصيب بفيروس كورونا أو من تلقى اللقاح. فشهدنا الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي هناك كان ارتفاعات على مؤشر الدولار الأمريكي، لكن في نهاية الجلسة شهدنا بعض التراجعات، يعني ابتعدنا عن أعلى مستوياته في 16 شهرا. هناك بعض البيانات الإيجابية سواء من مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي جاء بإيجابية، أيضا مؤشر إعانات البطالة الأسبوعية الذي أظهر 199 ألف وظيفة، كلها كانت داعمة للدولار الأمريكي. تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية شهدناه في جلسة اليوم الجمعة، وهذا أثر على الدولار الأمريكي. يعني هذا يعني ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وخاصة حالات من الإغلاقات الاقتصادية أو الجزئية اللي عم نشوفها في عدد من دول العالم، وأيضا بالنسبة لحركة الطيران هناك بعض الدول منعت حركة الطيران إلى جنوب أفريقيا محل بؤرة ظهور هذا الفيروس جديد. لكن الدولار عم بيستفيد انه ما زال الاحتياطي الفدرالي الامريكي سوف يستمر بوتيره خفض شراء السندات بواقع 15 مليار دولار شهريا. هناك حديث بان يكون هناك رفع او خفض مزيد من الخفض لمشترياته من السندات، سيستمر في تجديد سياسته النقدية في ظل ارتفاعات التضخم اللي عم تشهد ارتفاعات كبيرة وصلت إلى أعلى مستوياته منذ عام 1991. نعم، يعني هنالك كما لاحظنا أيضا هذا التحسن في مؤشر الدولار، أيضا مع الحديث عن معدلات التضخم التي بقيت مرتفعة أيضا وتشدد على السياسة النقدية التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي. لكن ماذا عن اليورو الذي عانى خلال الفترة الماضية من يعني تقلص واضح في أدائه، وأيضا مع حالة الإغلاقات التي قد تشهدها أوروبا في المجمل، يعني كيف هو أداؤه؟ نعم، بالنسبة لنلاحظ اليورو مقابل الدولار الأمريكي على بعض الارتفاعات في نهاية يوم الجمعة، لكن ما زال الاتجاه هبوطي لمؤشر اليورو. يمكن هناك يعني بعض الأنباء التي كانت أنه سينتهي برنامج شراء السندات الطارئ حتى مارس المقبل، فهذا الذي أعطى بعض الدعم، لكن الاتجاه هبوطي عموما بسبب تفاوت البنوك المركزية. البنك المركزي الأوروبي لا يعني توجهاته تختلف عن توجهات البنك الاحتياطي الفدرالي من حيث التوجهات بالسياسة النقدية وتجديد السياسة النقدية، أي ببداية رفع أسعار الفائدة، فهذا يختلف. هذا عم بيخلي أنه الاتجاه الهبوطي لليورو، وأيضا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وحالة من الغموض التي يعني غموض التي تطال حول هذا الفيروس أو المتحور، فبالتالي ما زال سوف يستمر. أتوقع أنه نشوف بعض الضغط على اليورو مقابل الدولار الأمريكي في حالة من الهلع والاضطرابات تشهدها جميع الأسواق العالمية بشكل عام. نعم، لينا ماذا عن الين الياباني والفرنك السويسري؟ يعني لاحظنا هذه العملات تستخدم كملاذ آمنة في سوق العملات، هل سنشهد لها تحركات قوية في ظل الحديث عن المتحور الجديد؟ نعم، يوم الجمعة لاحظنا بظل ظهور هذا المتحور شهدنا ارتفاعات بالنسبة للين الياباني والفرنك السويسري، شهدنا هذه الارتفاعات باعتبارها الملاذات الآمنة، فعم يستفيد الين الياباني والفرنك السويسري في ظل الارتفاعات في عدد الإصابات وفي ظل الإغلاقات بالتوجه إلى الملاذات الآمنة كالفرنك السويسري، وأيضا الابتعاد كما شهدنا عن أسواق الأسهم الأمريكية
هي يعني الأسهم ذات العوائد المرتفعة والأسواق ذات العائد المرتفع، فالابتعاد عن شهية المخاطرة واللجوء إلى تلك الملذات. ففي حال الأزمات أو في حال تطورات فيروس كورونا فله دور، يعني هناك لجوء لتلك الملذات كالين الياباني والفرنك. نعم، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.